مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم. الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. خلال أيام هذا الأسبوع ارتفاع على درجات الحرارة، وحتى يوم الأربعاء، الأربعاء انخفاض قليل لكن تعود وترتفع مرة أخرى يوم الخميس والجمعة. بمعنى آخر أجواء حارة نسبيا إلى حارة في معظم مناطق المملكة طيلة أيام هذا الأسبوع. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد. يوم الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكن بتكون درجات الحرارة على معدلاتها بقليل ما بين درجة إلى درجتين. أجواء حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة، لكنها حارة في الأغوار، البحر الميت والعقبة، وأيضا حارة في المنطقة الشرقية من المملكة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 35 والصغرى 23، المرتفعات الوسطى 32 إلى 33 العظمى، والصغرى بحدود 23. بحب أشير هنا إلى أن معدل درجة الحرارة العظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو بحدود 32 درجة، ومعدل الصغرى بحدود 21 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية 31 إلى 21، والأغوار والبحر الميت 42 إلى 43 العظمى، والصغرى بحدود 32 درجة مئوية، وأجواء حارة. أيضا أجواء حارة في العقبة 44 إلى 32، حارة نسبيا في البادية الجنوبية الشرقية 36 إلى 24، وحارة في البادية الشرقية 40 إلى 24 درجة مئوية. يوم الاثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء حارة في معظم مناطق المملكة، شديدة الحرارة في الأغوار البحر الميت والعقبة، وأيضا منطقة البادية الشرقية. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 36 والصغرى 22، المرتفعات الوسطى ما بين 33 إلى 35 العظمى، والصغرى بحدود 22. المرتفعات الجنوبية 32 إلى 33 العظمى، والصغرى بحدود 20. الأغوار البحر الميت بحدود 44 العظمى، والصغرى بحدود 32، وأجواء حارة. أيضا أجواء حارة في العقبة 45 إلى 31، حارة نسبيا إلى حارة في البادية الجنوبية 37 إلى 24، وحارة في البادية الشرقية 41 إلى 25 درجة مئوية. الثلاثاء انخفاض بحدود درجة عما ستصل إلى درجات الحرارة يوم الاثنين، لكن تبقى الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في معظم مناطق المملكة. المناطق الشمالية العظمى المتوقعة بحدود 34 والصغرى 21. المرتفعات الوسطى ما بين 31 إلى 33 العظمى، والصغرى بحدود 19 إلى 20 درجة مئوية. المرتفعات الجنوبية 31 إلى 32 العظمى، والصغرى بحدود 18. الأغوار والبحر الميت أجواء حارة 43 إلى 30 درجة مئوية، وأجواء حارة في العقبة 44 إلى 28، حارة نسبيا إلى حارة في البادية الجنوبية الشرقية 37-22، وحارة في البادية الشرقية 41 إلى 24 درجة مئوية. الأربعاء يوم الأربعاء انخفاض على درجات الحرارة، أجواء تقريبا صيفية عادية إلى معتدلة، درجات الحرارة قريبة من معدلاتها. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية بحدود 33 والصغرى 21، عمان والمرتفعات الوسطى بحدود 30 إلى 31 العظمى، والصغرى بحدود 20. المرتفعات الجنوبية 30 إلى 19. الأغوار البحر الميت 43 إلى 30 درجة مئوية وأجواء حارة، وأجواء حارة أيضا بالعقبة 44 إلى 29، حارة نسبيا في البادية الجنوبية الشرقية 36 إلى 21، وأجواء حارة في البادية الشرقية 41 إلى 24 درجة مئوية. الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة، أو بداية لارتفاع قليل وتدريجي على درجات الحرارة، أجواء حارة نسبيا بشكل عام. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 34 والصغرى 21، المرتفعات الوسطى 32
إلى 33 العظمى والصغرى بحدود 21، المرتفعات الجنوبية 31 إلى 20، والأغوار البحر الميت بحدود 43 إلى 32، وأجواء حارة وأجواء حارة أيضا في العقبة 44 إلى 31، أجواء حارة نسبيا إلى حارة في البادية الجنوبية الشرقية 38 إلى 24، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في البادية الشرقية 42 إلى 25 درجة مئوية. وبالانتقال إلى يوم الجمعة، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، أجواء حارة نسبيا إلى حارة، والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 35 والصغرى 21، المرتفعات الوسطى ما بين 32 إلى 34 العظمى والصغرى 21، المرتفعات الجنوبية ما بين 30 إلى 32 العظمى والصغرى بحدود 20، الأغوار البحر الميت أجواء شديدة الحرارة 44 إلى 32، وأجواء شديدة الحرارة في العقبة 45 إلى 31، أجواء حارة في البادية الجنوبية الشرقية 39 إلى 24، وشديدة الحرارة في البادية الشرقية 44 إلى 24 درجة مئوية. مشاهدينا، شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع